فريق احمد سعد، عثمان يتابع، سعد في رفع الكره داخل منطقه الجزاء، والكره راسيه، هدف 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 من اروع ما يكون للشباك طال صموده، سامر سعيد يسعد جماهير الاهلي بهدف ولا اروع ولا اجمل من ذلك. سامر سعيد يكسر الجمود ويكسر الصمود ويكسر عبود، وهدف من اجمل ما يكون، فرحة كبيرة لجماهير الاهلي، وسامر سعيد يسعد جماهير الاهلي. هدف التعادل جاء وجاء الفرج، اذا التعادل ياتي للاهلي عن طريق من؟ عن سامر سعيد. سامر سعيد يعدل النتيجة، وامامنا الاعادة، امامنا الاعادة، هدف في غاية الروعة. تفاجأ سمير حتى وجد الكرة تستقر داخل شباكه، وهدف التعادل ياتي عن طريق اللاعب سامر سعيد. التعادل ياتي للاهلي، والاهلي يعود للمباراة. امامنا الاعادة، في الاعادة الافادة، هل هو سامر سعيد ام مدافع الاتحاد؟ سنتعرف. سامر سعيد بالفعل يتفوق على